السلام عليكم. فيديو اللي غادي يخاصمني مع بزاف، فيديو اللي غادي يكرهني، اللي غادي يكره فيا بزاف. سؤال، واش باقي عندنا في المغرب شي شابة او لا شي امرأة غير متعلمة؟ القليل والنادر جدا، ومع ذلك حتى اللي ما قارياش كتلقاها واعية، لأنه هاد الحداثة وهاد التطور اللي واقع ولينا كنلقاو الوعي، كنلقاو هو اللي مطروح بشكل كبير. كنكونوا ما نهضروش على المستوى التعليمي ولا الدراسي، لأنه كاين اللي مستوى ابتدائي، مستوى إعدادي، مستوى ثانوي، مستوى جامعي. أنا اللي كيبقى فيا الحال، وهنا غادي نقولها لكم، علاش البنات كتخليو رؤوسكم لبعض دون المستوى كيفرض عليك شي حوايج؟ اللي غادي نقول، انا نعطيكم مثال بسيط جدا. ملي كنقولوا بغيت نفهم مثلا الطيحه ديال الكتف علاش كندير أربعة، علاش كندير ثلاثة، كيجي واحد كيقنعك اولا وحده كتقنعك تقول لك لا هذه كنديروها في التقليدي وهذه كنديروها في العصري. واش ما كتعرفيش بانه راه القفطان راه يكسوه؟ القفطان راه ممكن نعتبره انا هي عبايه، والطريقه باش كيتخدم هي اللي كتكون تقليديه. نعاود نشرحها بشكل اخر. راه جسم الانسان كنلبسوه سواء بالطريقه التقليديه ولا بالطريقه العصريه. دونك باش نلبسو خاصني نطبق عليه شي قواعد. القواعد اللي كنطبقهم هي على جسم الانسان، القواعد اللي كنطبقهم هي اللي كتناسب جسم الانسان، اللي كتناسب الميلان ديال الانسان، الكتف ديال الانسان. دونك ما نجيش نقول بانه هذه كتطبق في التقليدي وهذه كتطبق في العصري. خصني نفهم، طرحوا هذا السؤال، خاصني نفهم علاش كندير 8 في العنق، خاصني نفهم منين جات 8، علاش كندير 8، انت نصغرها انت نكبرها، هي الطريقه اللي نصغرها بها وكيفاش ندير ليها وعلاش نديرها، الا بغيت نزيد اكثر منها، والا كانت عندي طاي صغيره، والا كان عندي عنق كبير. دوك هاد الحويجات من حقكم تفهموهم، طرحوا السؤال. انا ما كنقولش شي حاجه ما كاينش، طرحي السؤال فقط لانك متعلمه، ما تخليش شي حد يحط لك معلومات خصك تلتهميهم. منطقي، المنطق، المنطق، العلم. هذا سؤال بغيت نطرحه وبغيتكم تعطوني عليه الاجوبه. كاينه واحد المسائل اخرى اللي كتعطى، او لا واحد الافكار اخرى اللي بغيت نناقشها. واش الانسان كيزاول واحد المهنه واله يقولوا يلا 10 حداه كيزاولوا نفس المهنه، شكون اللي كينجح في هذيك المهنه؟ في نظرك اللي كينجح هو المحترف. شكون المحترف؟ هو اللي متمكن. كي تيتمكن هو اللي عنده خبره كثيره وكفاءه كثيره، ماشي بالكذوب، ماشي بالخيال، عنده كفاءه، كيجرب، كيدير الممارسه، كيدير التطبيق. ولكن الانسان اللي تيكون يدعي هذيك الخبره ويدعي هذيك الكفاءه راه تيكون محدود. نعطيكم مثال اخر باش تفهموني. شكون البنات اللي كتلقاو كيدير معارض الازياء؟ شكون اللي كتلقاه كيشارك في عروض ديال دول اوروبيه ولا؟ اعتذر. شكون اللي كتلقاه ناجح في هذا المجال ديال تصميم الازياء؟ صدقات ليها لا ما صدقاتش ليها، عندها الزهر لا ما عندهاش الزهر. هادو اللي كيبحثوا، هادو اللي كيتعمقوا، هادو اللي كيجيبوا الجديد، اللي كيشتغلوا، اللي كيتحداوا، اللي كيكون عندهم اكبر عدد ممكن من الافكار، اللي تيكون عندهم خيال، اللي كيقلبوا على التمييز. هادو اللي ماشي الزهر، ما كايناش شي حاجه سميتها الزهر، كاينه الخدمه. كنخدم ربي كيجازيني، ما كنخدمش كنبقى تنقول ايوا هذاك راه عنده الزهر. كنتمنى هادي تفهموها ليا، ونتمنى تفهموا القصد اللي كنعنيه. حاولوا تميزوا ريوسكم، دايرين بيا مهني زملاء،
منافسة، حاولوا تميزوا رؤوسكم. كيفاش غادي نميز راسي؟ الجديد والتميز والإتقان والحرفية والمعقول والصدق. تحياتي، السلام عليكم.